السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. تحية نضالية خالصة لجميع الأحرار والحرائر في هذا البلد الأمين من طنجة إلى الجويرة، وتحيات شكر وامتنان واعتزاز وتقدير لجميع الشرفاء والشريفات في هذا البلد الأمين من طنجة إلى الجويرة. تحية نضالية. أما بعد، أحيي جميع الأساتذة والأستاذات في المغرب، وأبارك لهم بمناسبة عيدهم العالمي للمدرس، كما أحيي وأبارك لجميع المدرسين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيدهم الأممي. هذه المناسبة التي يحتفل بها رجال ونساء التعليم، وهي يوم التي احتفلوا بها البارحة 5 أكتوبر 2020، ذكرتني بمكانة الأستاذ بصفة عامة، سواء مكانته الاعتبارية أو المادة أو المادية أو المعنوية. فقد ذكرتني في بداية التسعينات عادت بي الذاكرة إلى 1990 عندما كان التعليم يختنق إلى غاية الاحتضار، وعندما كان التعليم مستهدفا وكانت مكانة الأستاذ والمعلم بصفة عامة، خصوصا معلمي الابتدائي الذين توظفوا بالسلم السابع وبالسلم الثامن، كانوا مستهدفين بالنكت وبالكلمات القدحية من أجل النيل من كرامتهم والنيل من معنوياتهم، وبالتالي إضعاف مردوديتهم التي أثرت سلبا على المدرسة العمومية، وكان المستهدف الأساسي هو التعليم العمومي بصفة عامة. وها هي النتائج نجنيها في يومنا هذا أو في أيامنا هذه. ففي بداية التسعينات كما قلت، عندما كان التعليم العمومي يحتضر، جاءتني أتيحت لي فرصة لكي أشتغل في إحدى الدول العربية في الخليج العربي. وكانت هذه
الدولة هناك يعني قد أخذت قرارا حكيما، ويعني كانت هناك الإرادة الحقيقية، الإرادة السياسية الحقيقية من أجل يعني الاهتمام الكبير والجدي بقطاع التربية والتعليم. فأخذت على عاتقها يعني أن ترفع بهذا القطاع وتدفع به إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. فأخذت هذه الدولة تقوم باستعارة يعني المدرسين من أجل يعني الاشتغال في مجال التربية والتعليم كمدرسين هناك. وكان من ضمن هاد المدرسين اللي يعني ارتأت باش ديهم تهما يشتغلوا في قطاع التربية والتعليم، كانوا هناك بدأت تأخذ من مدرسين ديال المغاربة. أن في الأول كانت تأخذ يعني الأساتذة اللي كانت توظفوا عندها كانوا من الجالية، سواء المصرية سواء الأردنية سواء اللبنانية الفلسطينية المصرية السودانية التونسية. وفي الأخير يعني هذيك الأيام بداية التسعينات يعني ارتأت باش يعني دير استعارة ديال المدرسين يعني المغاربة. فعلا تأتى لنا داك يعني كنت من بين الناس اللي تم اختيارهم للذهاب من أجل يعني التدريس في هذيك البلد. وهناك اكتشفت يعني من تندير واحد المقارنة بين التعليم عندهم والتعليم عندنا، في حين هذيك الوقت في التسعين يعني كانت هناك يعني هاد المدرسين كلهم اللي كانت تديهم لابد تكون عندهم واحد الكفاءة، فكانت الكفاءات يعني تغادر المغرب من أجل يعني يعني الاشتغال كمدرسين. انت نقول مدرسين سواء ديال الابتدائي او الاعدادي او الثانوي، فهم لا ما عندهمش هما ذاك التفريق بين معلم واستاذ الى اخره، كلهم مدرسين. ففي من تندير واحد المقارنه بين التعليم عندهم وفي التسعينات هنا التعليم يعني اساتذه عندهم واحد الكفاءة كبيرة هذيك الساعة، ولكن تم استهداف المدرسة العمومية وبدأت يعني المردودية يعني تتدنى. بالعكس كان هناك يلا هذيك بداية باش جالسين تيبنوا هنايا في التعليم ديالهم وفي الأجيال ديالهم، أنهم كانوا يعني واخدين العزم كل العزم على النهوض بقطاع التربية والتعليم، وبالتالي يعني إلى الاهتمام إلى العنصر البشري وراهنوا على العنصر البشري باش هذه الدولة تزيد لقدام، باش أنها تكون كرافعة، لأن التعليم هو رافعة لأي مجتمع. فبالرجوع إلى التعليم عندهم والتعليم عندنا، كان هناك الشعار اللي لقيناه من يلا مشينا، الشعار اللي كانوا رفعوا وهو كالآتي: سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجر. سنعلم أبناءنا حتى ولو تحت شجرة. هذا هو الشعار اللي كانوا رافعين تبنوه
وفعلا كانوا جادين في هذا يعني المراد ديالهم، وبناء مجتمع، انتشال الأجيال ديالهم من الجهل، وباش يجعلوهم في مصاف الدول يعني المتقدمة. ففعلا كانت هناك المدرسة، ليست هناك لا مدرسة ابتدائية ولا مدرسة إعدادية، كانت هناك ما تسمى المدرسة الإعدادية، مدرسة إعدادية، مدرسة الإعدادية كانوا تيشتغلوا بها يعني من الصف الأول ابتدائي إلى غاية الثالث إعدادي. في 90 كان هناك كانوا تيشتغلوا هما ديك الساعة بالأهداف اللي ما ظهرتش هنا إلا من بعد سنوات يظهر العمل بها هنا في المغرب. كان هذيك الساعة يشتغلون بنظام أستاذ الوحدة، يعني كانوا هما تيستغلوا بأستاذ الوحدة. هنا في المغرب كانت الأستاذ يعني في البادية تتعطاه، تنقولوا لحنا الصمتة، أقسام مشتركة، أقسام مشتركة، تعطوا أقسام مشتركة، وفي الأخير تقول لك المردودية، عن أي مردودية يتحدثون. كان هناك من الابتدائي، من أول ابتدائي إلى الثالث إعدادي، كلهم كل واحد تيشتغل في المجال دياله في الوحدة. كان هناك أستاذ المادة، كل واحد تقري المادة دياله من الابتدائي إلى الإعدادي، كاينش عندهم أستاذ داير بحال العطار يقري كل شيء، النشاط العلمي، التربية الفنية، اللغة العربية، الفرنسية، كل شيء تقريه. كاين أستاذ اللي هنا عندنا كان يقري العربية وفرنسية لثلاثة أقسام، الثالث الرابع الخامس السادس، الثالث الرابع الخامس يقري عربية وفرنسي، تيعاودو ليك تيقول لك المردودية. هناك في 90 كان أستاذ المادة، هذه غير بالنسبة للسيرورة ديال التعليم. نرجعوا إلى المدير التربوي، مديرين التربويين اشتغلت هناك يعني مع جوج المديرين، وكلهم جوجهم كانوا سودانيين، جنسية سودانية، لا أعرف لماذا، ولكن كانوا تبارك الله عليهم متمكنين في ما هو تربوي وما هو تعليمي وما هو تسييري وما هو تسيير تدبير. في حين كانت هنا في المغرب معلم لم يسبق له أن تكون في مجال في مجال الإداري مثلا وتكون مدير تربوي وتدبيري، وتنعرفوا بأن التدبير لا بد له من التكوين. لم نرى هذا إلا مؤخرا، أصبح هناك يعني مركز لتكوين المدراء. فبالرجوع إلى الوضع الاعتباري المعنوي، كان الأستاذ عنده واحد الوضع اعتباري ووضع معنوي ومادي متميز في المجتمع عندهم في الوقت اللي كان هنايا